مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. النهارده ان شاء الله هنكمل حديثنا عن كاس العالم. يمكن يوم الخميس اللي فات اتكلمنا عن اول اربع مجموعات في الثمان مجموعات في كاس العالم، دور المجموعات. النهارده ان شاء الله هنكمل مع حضراتكم الحديث عن كاس العالم والاربع مجموعات المتبقيه، وكمان مشاركة الدول العربية. بنتكلم على المشاركة العربية، بنتكلم عن كمان على المشاركة الأفريقية. النهاردة إن شاء الله مشرفنا بحلقة النهاردة يعني محلل الكرة العالمية آسر حسين، هيكون ضيفنا النهاردة في المحترف. الحقيقة أحداث كتيرة جدا جدا خلال الأيام اللي فاتت، والكل بينتظر كأس العالم. خلاص أقل من أسبوع وتبدأ مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر. الحقيقه المشاركات على، لو اتكلمنا كلنا كمصريين كنا بنحب او كنا نتمنى بمعنى اصح ان احنا نكون موجودين في كاس العالم بدلا عن السنغال، لكن الحقيقه يعني خلينا نتكلم بكل امانه وبكل احترافيه، كان المنتخب السنغالي احق بالتواجد في كاس العالم. لكن على مستوى، خلينا نتكلم دايما لما يجي كاس العالم بيبقى فيه مقارنات، فيه ارقام. على مستوى اسم مصر زي ما قلت يوم الخميس اللي فات، للأسف كان منتخب مصر مشاركاته ثلاث مشاركات فقط في تاريخ كأس العالم، عدد قليل جدا جدا، عدد قليل حتى مقارنة بالمنتخبات العربية حتى اللي هتمثل العرب في مونديال 22، اللي تقريبا لو اتكلمنا عن منتخب السعودية تونس والمغرب دي المشاركة السادسة، ست مشاركات في كاس العالم، في حين ان مصر لغايه دلوقتي ثلاث مشاركات في كاس العالم. ده تاني هيخلينا نبعت بعض الرسائل ان احنا لازم نحط رجلينا ونحط ايدينا على الطريق ونشتغل بشكل احترافي اكتر في منظومه كره القدم في مصر. وعشان اتكلم على منظومه كره القدم في مصر هاخد خبر طبعا هزيمه منتخب الناشئين. منتخب مصر الناشئين كان عنده مباراة مهمة جدا، مباراة يعني ما كانتش مستحملة حتى التعادل، خسر أمام المنتخب المغربي 2-1. الحقيقة كلنا طبعا زعلانين، كلنا كنا نتمنى الاستمرار في البطولة ونطلع بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ولكن للأسف خرج منتخبنا للناشئين مواليد 2006 بالهزيمة أمام المنتخب المغربي. الخطوة الجاية ايه؟ يمكن اتكلمت مع حضراتكم الخطوة اللي جاية ايه؟ كنت بتكلم وكنا نتمنى اكيد فوز المنتخب المصري بعد فوزه على تونس، وكانت مباراة المغرب دي مباراة فيصلية بالنسبة لنا، لكن خلينا نقول ان هل اتحاد الكورة تاني على مدى التاريخ هيمسك كرسي في كلوب ويديها الجهاز الفني يمشي، اللاعبين خلاص يمشوا والفترة اللي فاتت دي يتقفل عليها وكأنها لم تكن؟ للأسف هو ده اللي بيحصل في تاريخ الكرة المصرية، تاريخ منتخباتنا على مستوى الناشئين والشباب والمنتخبات الأولمبية. أنا عايز أقول لحضراتكم إزاي الناس بره بتشتغل، والكلام ده أنا قلته قبل كده. المنتخبات الشباب والناشئين والأولمبي ما هو إلا مصنع لتفريغ اللعيبة المميزة الدوليين للفريق الأول. وبالتالي لما أنت بتشتغل مع منتخب ناشئين، هل الغرض منه الوصول للبطولة الأفريقية، الحصول على البطولة الأفريقية والوصول لكأس العالم؟ ده تارجت، ده تارجت أكيد مهم جدا، لكن الأهم من كده إنك من خلال تجمع هذا المنتخب طلعت بيه بإيه؟ طلعت باتنين تلات لعيبة، لاعب اتنين تلاتة أربعة. فالقصة عايز أتكلم إن إيه ما بعد؟ يعني إيه بكرة هيحصل إيه؟ خلاص إقالة المدير الفني وخلاص المجموعة دي مع السلامة شكرا، وأكنك ما حضرتش منتخب مصر وأكن ما كانش فيه منتخب، ولا هنمشي بشكل علمي احترافي إن بيتقدم تقرير من المدير الفني خلال فترته اللي فاتت والله حصل 1 2 3 4. الكلام دوت كل ده الكلام بقوله لك ده بيشتغلوا فيه من زمان بره، يعني ده شيء يعني لوجيك، ما بتكلمش في حاجة يعني جاية من الفضاء. الناس دي خلاص منتخب خلاص خرج من البطولة، ولكن الفترة اللي فاتت تعالى يا كابتن، تعالى يا مدير فني، فين تقريرك؟ التقرير الفني مهم جدا، لازم التقرير الفني يكون مهم علشان الولاد المميزين في هذا المنتخب لابد أن يستمروا. مش هقول لك يستمروا مع منتخب خلاص خلص، لكن لازم يتحط عليهم سبوت إن موجودين، ده ممكن يتاخدوا بمنتخب الشباب المرحلة الأعلى. دي نقطة.
الولاد المميزين دول لازم الانديه تشتغل معاهم، يعني بتبعت ريبورت والله ده فلان ده باك يمين بروميسنج جدا، مش معنى ان احنا خرجنا من البطوله ومفيش منتخب الراجل ده يترمي، لا ده يتعمل له تقرير ويتحط عليه ريبورت لمستوى اتحاد الكوره ومستوى النادي بتاعه، الولد ده مميز جدا اشتغلوا عليه في النواحي كذا 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 كذا، علشان الولد يتطور والولد يبقى موجود على مستوى منتخب الشباب وبعديها منتخب اولمبي. السلسله دي مش موجوده في مصر للاسف. السلسله ديت منتخب الشباب بيخرج من تصفيات افريقيا مع السلامه هد المعبد، من غير اي تقارير فنيه، من غير راي المدير الفني في بعض اللعيبه، من غير ما نحتفظ بالولاد المميزين. ما هو مش معقول منتخب كان فيه 25 لعيب كلهم وحشين، مستحيل، اكيد على الاقل في اربع خمس ولاد ست لاعبين بروميسنج يعني جايين عايزين يتطوروا بشكل او باخر، فلازم الملف ده يشتغل عليه بهذا الاسلوب. حتى يعني دلوقتي كمان منتخبنا الاولمبي، منتخبنا الاولمبي سافر المغرب عنده مباراتين ان شاء الله وديتين قبل طبعا المباراه الرسميه امام المنتخب الزامبي في التصفيات الافريقيه المؤهله للاولمبياد باريس 2024. اتمنى كل التوفيق للمنتخب الاولمبي، اتمنى ان اتحاد الكوره يشتغل بالمنهج ده على جميع المنتخبات سواء ناشئين شباب منتخب اولمبي، لان كمان انا كان ليا تجربه مع المنتخب الاولمبي، وصلنا اولمبياد 2012 وحققنا الحمد لله نتائج لا باس بها في ظل الامكانيات اللي كانت موجوده. حضراتكم عارفين 2011 و12 كان الدنيا عامله ازاي، ولكن كان في ريبورت، كان في تقرير فني، كان في انا اشتغلت شغلي وقلت والله 1 2 3 4 5 ده لازم ينضموا حالا للمنتخب الاول. اتاخرت شويه يعني، كان في بعض اللعيبه كان لازم تنضم للفريق الاول على طول ساعتها، اتاخرت شويه وبعد سنه او سنتين بداوا ينضموا للمنتخب الاول، فخسروا الجزئيه دي على المستوى الدولي او على المستوى الاحترافي بمعنى اصح. فاتمنى ان شاء الله ان يكون هذا هو منهج اتحاد الكوره، ده منهج الناس اللي شغاله، وبتمنى التوفيق ليك كمان منتخبنا الاولمبي اللي عنده مباراتين قويه، مباراه امام مباراتين امام المنتخب المغربي، دايما المنتخبات المغربيه في المراحل السنيه ديت منتخبات قويه جدا، استعدادا لمباراه زامبيا الرسميه لتصفيات افريقيا المؤهله للاولمبياد. كمان ان منتخبنا الاول النهارده خاض مرانه الاول في الكويت، طبعا استعدادا لمباراه كمان على مستوى المباريات المهمه امام المنتخب البلجيكي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه. للاسف هغيب بعض نجومنا، عمر مرموش طبعا اصيب مع فريق فولسبورج في المباراه في البوندسليغ، مباراه مهمه في الاطار استعداداتنا، في اطار عايزين نقف فين، يعني احنا واقفين فين. وطبعا ضم مروان حمدي لاعب طبعا مكان عمر مرموش اللي هيغيب للاصابه. مباراة مهمة جدا على مستوى التقييم، على مستوى التقييم اللعيب لنفسه هيقيم نفسه أمام منتخب المصنف الثاني على العالم، كوكبة من النجوم بيلعبوا في المنتخب البلجيكي، كلهم بيلعبوا في التوب ليفل في البريمير ليج ودوريات أوروبية قوية. فعلى مستوى اللعيبة اللعيب يقيس نفسه، يقيس نفسه واقف فين أمام هذا المنتخب. على مستوى الإدارة الفنية كمان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لازم يحط إحنا واقفين فين. وعلى فكرة الراجل اتكلم في النقطة دي بكل أمانة وبشكل جيد جدا، قال لك إيه هي دي المباريات اللي إحنا بنقيس فيها نفسنا. المباريات اللي زي ديت مش محتاجة إن إحنا نسن السكاكين من دلوقتي، يعني إيه؟ يعني مش محتاجة إن الناس تستنى ده إحنا يعني لو اتغلبنا اتنين أو اتغلبنا تلاتة اضرب يا عم كمان كرسي في الكلوب والناس دي تمشي والمدير الفني ده فاشل واللي جابه مين واللي وداه مين، كل دوت مش مطلوب. مش مطلوب غير ان احنا بنبص لنظره احترافيه كمان احنا كمشاهدين او على وسائل التواصل الاجتماعي. ناس انا متاكد في ناس من دلوقتي بتسن السكاكين، منتخب بلجيكا منتخب قوي مصنف على المستوى العالمي رقم اتنين، منتخب مصر مش مطلوب منه غير انه يقيس نفسه، ان كل اللعيبه تركز تركيز 100%، ان المباراه دي تتاخد على انها مباراه رسميه، تتاخد على مباراه انها مباراه وكانك يا عم بتلعب في كاس العالم، فتاخد المباراه بجديه. انا متاكد ان اللعيبه عندها الشغف، عندها الطموح، لان يعني انا بفتكر زمان واحنا لما بنلعب المنتخب البلجيكي او بنلعب منتخب المانيا او بنلعب منتخب
اسكتلندا، كان اللعيب نفسه عايز، عنده طموح وعنده رغبه ان انا اشوف نفسي وسط الناس ديت، ان انا اكد ان انا لعيب كويس، ان انا اكد ان احنا قادرين ان نعمل نتائج كويسه امام المنتخبات القويه. ولينا في دوت تاريخ يعني على مستوى كابتن حسن شحاته وجيله اللي عمل مباراه ولا اعظم امام المنتخب البرازيلي. هتقول لي فارق الامكانيات وفارق اللعيبه وفارق الفنيات، ولكن بتفرق الحاجات ديت جدا مع اللعيبه على الطموح الشخصي. على الجانب الاخر نتمنى التوفيق للاداره الفنيه لروي فيتوريا، لان الموضوع الفترات اللي فاتت كان عندنا ماتشين الناس اتكلمت مش على المستوى المطلوب، الاداء لسه مش ما اتغيرش، المنافس مش على قدر الكفاءه الممكنه. فمباراه يوم الجمعه كمان ان شاء الله هنحدد احنا واقفين فين. وده خلي بالكم دي خطوه على طريق لاربع سنين، مهم جدا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله، دي خطوه على طريق التطوير لمده اربع سنين. واللي قاله روي فيتوريا انه بيضم بعض الناس اللي سنها صغير علشان الراجل حاطط بلاننج لاربع سنين، وبالتالي مش مطلوب تاني، مش مطلوب ان احنا نذبح الفريق لا قدر الله. ان شاء الله انا متاكد ان احنا هنعمل مباراه جيده، على مستوى النتيجه اكيد مش هتبقى النتيجه، لكن اتمنى ان شاء الله ان احنا نفوز، نتمنى ان احنا نعمل نتيجه طيبه. لكن بتكلم على السيناريو التاني، على البلان بي، لا قدر الله لو الاداء مش قوي، لو النتيجه تقيله، خلينا نتكلم باحترافيه، ده مباراه وديه مع المصنف الثاني على العالم، منتخبنا في طريقه لاربع سنين لقدام، في طريقه ان احنا بنمهد الطريق وبنعمل فريق ان شاء الله منتخب قوي لاربع سنين قدام. وبالتالي كل المسانده لفريقنا، انتقد على فنيا ممكن يعمل ده ممكن يعمل ده، لكن ان شاء الله باذن الله انا يعني متفائل بمباراه يوم الجمعه. لكن لا قدر الله لو النتيجه صعبه، لو النتيجه تقيله، خلينا ماشيين بشكل احترافي، ده بنقيم فرقتنا احنا واقفين فين، المدير الفني واقف فين، اللعيبه واقفه فين، ونبدا مشوار اربع سنين. الحقيقه هرجع تاني لكاس العالم، لان زي ما بقول لحضراتكم المشاركات على مستوى المنتخبات العربيه اكتر من منتخب مصر، حتى على مستوى المشاركات الافريقيه، يعني حتى فريق الاعداد جايب لنا يعني حتى النتائج، افضل النتائج واسوأ النتائج للمنتخبات العربيه في كاس العالم او في تاريخ كاس العالم اللي فات. وبالتالي عايز اقول ان كل الامال، رغم ان المجموعات صعبه جدا، هنناقش دوت مع آسر حسين ناقدنا الرياضي او المحلل العالمي لكره القدم، دي حضرتك اكبر فوز للمنتخبات العربيه في تاريخ المونديال. كان فوز الجزائر 4-2 على كوريا الجنوبيه، فوز الجزائر على تشيلي 3-2، المغرب بيفوز 3-0 على اسكتلندا، وكمان المغرب بيفوز على البرتغال 3-1، يعني هي متوقفه يعني على الجزائر والمغرب. السعوديه طبعا اكبر خساره للمنتخبات العربيه في المونديال كانت هزيمه السعوديه من المانيا 8، وهزيمه السعوديه من روسيا 5، والامارات من المانيا 5-1، وتونس من بلجيكا 5-2. اتمنى ان شاء الله باذن الله نحط خانه في الحته اللي فوق، يعني نحط خانه او خانتين ان شاء الله في نتائج الايجابيه لمنتخباتنا العربيه المشاركه. بنتكلم على المنتخب السعودي سادس مشاركه، بنتكلم على تونس سادس مشاركه، والمنتخب المغربي ايضا المشاركه السادسه. على مستوى طبعا المنتخب المغربي ما بين قوسين كده هنناقش، لان عنده فرص للوصول للدور الثاني. على مستوى المنتخبات الافريقيه، سنغال، نتكلم على منتخب الكاميرون، وبنتكلم على منتخب غانا. الثلاث منتخبات دول كانوا عاملين طفره في الكره العالميه بوصولهم لدور الثمانيه، لدور الثمانيه في كاس العالم. غانا، السنغال، والكاميرون. الكاميرون سنه 90 وصلت لدور الثمانيه، الدور الثمانيه او الثمن او ربع النهائي في كاس العالم 90، طبعا روجي ميلا كان مكسر الدنيا. على مستوى السنغال سنة 2002 المنتخب السنغالي أيضا وصل للدور الثمانية، وفي 2010 طبعا المنتخب الغاني فرط في فرصة كبيرة جدا جدا لوجود منتخب أفريقي في المربع الذهبي لكأس العالم لأول مرة في التاريخ. كان قريب جدا منتخب غانا في 2010، وحضراتكم تفتكروا
عمل مباريات اكتر من رائعه، ولكن يمكن اتهزم بشكل صعب جدا وعدم وصوله للمربع الذهبي. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه والافريقيه الممثله لينا. للاسف مصر مش موجوده لكن بتمثلنا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي. طيب قبل ما نخش على الصحافه العالميه، كالعاده عندنا اخبار سريعه جدا هتكلم فيها مع حضراتكم. الحقيقه كريستيانو رونالدو، ما زال كريستيانو رونالدو مثير للجدل. تصريحات رونالدو يعني هزت الاوساط الرياضيه في انجلترا، وعلى اثرها بيجتمع مسؤولي مانشستر يونايتد بشكل عاجل النهارده علشان يناقشوا هذه التصريحات، وبيقولوا توقيع الغرامه على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الحقيقه تصريحات كلها تصريحات قويه جدا جدا ادلى بيها كريستيانو رونالدو دلوقتي، ما سابش حد بمعنى اصح. الاداره هاجمها، الجهاز الفني هاجمه، على مستوى زملائه هاجمهم، على مستوى الجماهير حتى كريستيانو رونالدو هاجمهم. كان رونالدو عمل حوار اخير وقال كده بالبونت يعني بالفم العريض زي ما بيقولوا، انا قال لهم انا ما بحترمش تنهاج، انا تنهاج المدير الفني انا ما بحترمهوش. ليه ما بتحترمهوش؟ لانه قال لك هو بيحاول دفعي او بيحاول يزقني بره النادي، ومش هو بس ده، كمان في اتنين كمان من الموجودين، اتنين او ثلاثه بيحاولوا كمان يزقوني بره النادي، وكمان المدير التنفيذي كمان بيحاول يخرجني بره النادي. دي تصريحات كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو زي ما قلت لحضراتكم ما سابش حد. على المستوى الإدارة الفنية اتكلم بعدم احترام كامل لتين هاج المدير الفني، قال لك الراجل ده أنا ما بحترموش كده صراحة، وأنا أصلا ما أعرفش مين تين هاج ده قبل ما يجي مانشستر يونايتد. يعني قال لك هو أنا ما أعرفش الراجل ده قبل ما يجي يمسك المان يونايتد. على مستوى الإدارة قال لك في ناس في الإدارة بتزقني أن أخرج بره النادي، ما فيش أي سبورت بالنسبة لي. وعلى مستوى كمان الجماهير، يعني هو بيتكلم حتى بيقول لك انا كان عندي ظروف اسريه ولقيت سبورت من جماهير ليفربول بيغنوا لي في الملعب يو نيفر ووك الون. على الجانب الاخر جماهير اليونايتد ولا اكنها موجوده، وده كمان تصريح بيهاجم فيه الجماهير. على مستوى البنية الأساسية حتى، يعني كريستيانو رونالدو قال في تصريحاته إن هو لما رجع بعد 20 سنة من رحيله عن المان يونايتد قال لك انا رجعت لقيت النادي زي ما هو، لدرجه ان انا لقيت الجاكوزي زي ما هو، اوضه اللبس زي ما هي، حتى لقيت الراجل يعني المسؤول عن الوجبات اللي هو الطباخ يعني هو زي ما هو، فما فيش اي تطورات في النادي، بنيه اساسيه منهاره، ومش ده شكل نادي مانشستر يونايتد اللي انا كنت جاي اامل ان الاقيه بصوره مختلفه. على نجوم المان يونايتد روني النجم الكبير لطبعا المان يونايتد السابق، حتى كريستيانو رونالدو بيهاجمه، قال لك حتى روني بيهاجمني، يعني على لسان رونالدو يقول لك هو اصل هو يمكن يكون زعلان عشان انا لسه لغايه دلوقتي بلعب وهو اعتزل مش موجود على الساحه وانا بلعب في الهاي ليفل. فعلى جميع المستويات كريستيانو رونالدو بيثبت ان هو رايح كاس العالم مش راجع المان يونايتد، مستحيل. يعني الكلام اللي قاله دوت خلاص قفل بالضبه والمفتاح ورجوعه تاني للمان يونايتد، بالرغم هو قال انا بقول الكلام ده هروح كاس العالم وارجع هناقش هنشوف الامور ماشيه ازاي. اعتقد الامور انتهت مليون في الميه، الامور انتهت بالنسبه لكريستيانو رونالدو في المان يونايتد. بعض التقارير طلعت بتقول ان هو هيرجع تشيلسي او تشيلسي مهتمه بيه في يعني الانتقالات الشتويه، ولكن زي ما بقول لحضراتكم رؤساء كمان مانشستر يونايتد هيجتمعوا خلاص يعني النهارده يا بكره مع تين هاج، هيناقشوا بقى كل التصريحات دي وهيناقشوها بشكل صارم جدا، وهيطلعوا اكيد بيان او هيطلعوا قرار يمكن قبل وصول كريستيانو رونالدو لكاس العالم. هيحضر الاجتماع اكيد تين هاج، الرئيس التنفيذي كمان ريتشارد ارنولد الرئيس التنفيذي السي او بتاع المان يونايتد هيكون موجود، مدير الكوره كمان جون مورتو هيكون موجود، بالاضافه للرئيس المشارك طبعا جليزر. ده بالنسبه لكريستيانو رونالدو. زي ما بقول لحضراتكم النهارده رونالدو كمان الغى متابعته لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لغى المتابعه بتاعته بعد طبعا التصريحات اللي ادلى بيها النجم البرتغالي ضد الاداره، و
زي ما بقول لحضراتكم رونالدو دلوقتي يعني بيتابع بس نادي اليوفنتوس والمنتخب البرتغالي او صفحه المنتخب البرتغالي على تويتر. زي ما بقول لحضراتكم رونالدو بيقفل صفحته مع المان يونايتد بتصريحات قويه جدا جدا. وزي ما بقول لحضراتكم والاكيد ان كريستيانو رونالدو بعد عودته من كاس العالم في قطر 2022 سيكون خارج المان يونايتد. طيب ده على مستوى رونالدو. على مستوى ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي اضطر طبعا لضم عنصر جديد او تعديل طارئ على القائمه المنتخب الفرنسي اللي هتخوض منافسات كاس العالم القادمه. استدعى ديشامب اللاعب اكسل ديساسي طبعا لاعب دوت بيلعب في موناكو بدلا من كيمبيبي. كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان اللي يمكن بسبب عدم التعافي بشكل كامل من اصابته طبعا جاله اصابه او التهاب في وتر اكيليس بعد مباراه فريقه ضد لوريان في الدوري الفرنسي الاسبوع اللي فات. شارك لدقائق قليله جدا امام اوكسير امبارح، لكن طبعا بتواجد طبعا ديشامب اربع خيارات قدامه اربع خيارات، لان هذا اللاعب هو لاعب سيرد باك عنده دلوقتي في قلب الدفاع، يمكن عنده اربع لعيبه، عنده رافائيل باران وكوناتي واكسل ديساسي بعد انضمامه. اعتقد هيكون في مشكله شويه في الدفاع على مستوى المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسا زي ما حضراتكم عارفين في كاس العالم عنده مجموعه لا باس بها، مجموعه متوازنه، عنده الدنمارك واستراليا وتونس، واكيد المنتخب الفرنسي هو المرشح الاول للصعود من هذه المجموعه بشكل مباشر. على الجانب الاخر راموس طبعا بعد استبعاده لويس انريكا استبعاده من القائمه النهائيه لمنتخب اسبانيا بيبعت رساله، بعت طبعا مدافع باريس سان جيرمان المخضرم برساله للجماهير عقب استبعاده من قائمه اسبانيا لمونديال قطر. وكتب راموس عبر انستغرام وقال كان الموسم الماضي صعبا بسبب الاصابات والانسجام مع نادي جديد ومدينه جديده. أضاف كمان لقد كرست نفسي جسديا وروحيا للتعافي والعودة للحالة التي لطالما اعتدت عليها مستعينا بالأهداف والطموحات التي يضعها المرء النفس دائما لنفسه. تابع وقال لحسن الحظ أستطيع قولي أننا في هذا الموسم أشعر كأنني عدت مرة أخرى للاستمتاع بكرة القدم واللعب مع نادي عظيم في مدينة عظيمة مثل باريس. كمان راموس واصل حديثه وقال كأس العالم كانت بالطبع أحد الأحلام الكبيرة اللي أردت تحقيقها، كان من الممكن أن تكون هذه المشاركة هي الخامسة ليا، لكن لسوء الحظ سأضطر لمشاهدتها من المنزل. ده كان كمان يعني راموس كانت، ومن خلال حلقتنا هقول لحضراتكم كمان نجوم كبيرة جدا على مستوى العالم تم استبعادها، يعني كان في مفاجآت في قوائم المنتخبات على مستوى نجوم كبار جدا هنتابعها مع حضراتكم من خلال حلقتنا. لكن خلينا نروح سريعا للصحافة العالمية قالت ايه في المحترف، خليكم معنا. يلا سريعا نبدا جولتنا في ماركا الاسبانيه اللي طبعا ركزت على الاخوين نيكو وانياكي وويليامز لاعبي اتلتيكو بلباو واللي كانوا بيمثلوا منتخبين مختلفين في كاس العالم وهو منتخب غانا واسبانيا. وكتبت الصحيفه تاريخ العالم. سبورت الاسبانيه ركزت كمان على سوء الانتقالات برشلونه وكتبت ممفيس ديباي مفتاح التعاقدات في يناير والاولويه لظهير ايمن. كمان اهتمت الصحيفه بمنتخب اسبانيا وكتبت المنتخب الاسباني يبدا نهائيات كاس العالم. كمان اهتمت بنتائج الدور الاول لكاس ملك اسبانيا وكتبت قادش وألميرية أول فريقين من الدرجة الأولى يتم إقصائهم. ديبورتيفو الأسبانية ركزت على سوء الانتقالات كمان لبرشلونة وكتبت اجتماع من أجل سوء الانتقالات. كتبت كمان بايرن ميونخ ب 17 لاعب يشارك في النهائيات وبرشلونة ب 16 لاعب يشارك في كأس العالم. واحنا المحترف النهارده ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم كمان عندنا في الجزئيه ديت هنتكلم على
اكتر الانديه امتلاكا للاعبين في كاس العالم 2022. لسه في اسبانيا مع جريده اس الاسبانيه ركزت على حوارها مع فرناندو ييرو طبعا، وكتبت على لسان ييرو: اسبانيا تطمح في كل شيء بمونديال قطر. نطلع سريعا على انجلترا، جريده صن الانجليزيه اللي ركزت بالتاكيد على حوار كريستيانو رونالدو اللي هز الاوساط الرياضيه امبارح بالليل، وقال واكد خلاله ان مانشستر يونايتد يعني خانوا، يعني كان في خيانه من مانشستر يونايتد لكريستيانو رونالدو، وانه لا يمكن الاحترام لاريك تنهاج المدير الفني، فضلا عن عدم كمان تعاطف النادي الانجليزي مع مرض بنته. ايطاليا ونروح لجازيتا الايطاليه ركزت على فوز يوفنتوس على لاتسيو بثلاثيه نظيفه، وانتر ميلان على اتلانتا 3-2، والميلان على فيورنتينا 2-1، وكتبت: ميلان ويوفنتوس وانتر يحذرون نابولي، والدوري الايطالي لم ينتهي بعد. دي كانت اخبار الصحف العالميه النهارده في المحترف. خلينا نروح لفاصل سريع جدا جدا ونستقبل يعني محلل الكره العالميه اسر حسين، هيكون ضيفنا النهارده ونجمنا النهارده في المحترف بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، بنرحب بضيفنا النهارده في المحترف محلل الكره العالميه المتميز اسر ياسين، هيكون ضيفنا النهارده ونجمنا النهارده في المحترف. مساء الخير عليك. مساء الفل يا كابتن، مبسوط ان حضرتك متشرف مع كابتن منتخبنا الوطني لسنين، وفي بيتي يعني لعبت فيه في ناشئين وكعضو في النادي، في بيتي النادي الاهلي طبعا، بتشرف ان انا جزء منه. طبعا مش غريب على بيتك يا اسر، بنرحب بيك في شاشه قناه النادي الاهلي وفي المحترف. هنتكلم النهارده عن كاس العالم، عايز قبل ما نخش على التفاصيل تقول لنا رؤيتك العامه لكاس العالم قطر 2022 من تغييرات في مواعيد اقامه البطوله على مستوى المنتخبات على مستوى التحضيرات، شايف كاس العالم ازاي السنه دي؟ هم دول بالظبط كابتن هاني محورين الـ 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 الراي او الانعكاس على موضوع كاس العالم. في سعاده طبعا داخليه انه في ارض عربيه وفي بلد شقيق، لكن في نفس الوقت فكره توقيت المونديال. حضرتك طبعا يعني شاركت في كاس العالم وادرى مني بالكلام ده، انه جه في منتصف الموسم، كنا متعودين انه كاس العالم بيتلعب في 6 او في 7. النهارده اللعيبه بدات الموسم، عملت الجزء التحضيري وعملت فتره الاعداد يا كابتن، وبدات الموسم ولعبت حوالي 14 جوله، بنتكلم حتى على اميز الدوريات الخمسه الكبرى. صحيح. لعبوا حوالي 14 جوله يا كابتن، مطلوب منهم ان هم يبقوا توب فورم وفي البيك وفي اعلى مستوى بدني قبل ويمثلوا بلدهم في كاس العالم. ده طبعا ترتب عليه مش حتى اجتهاد مننا انه لعيبه كتير مهمه غابت نتيجه اصابات. صحيح. عشان توقيت كاس العالم ده. فطبعا الجزء الايجابي هو وجوده على ارض عربيه لاول مره. الحاجة الثانية كمان الجزء السلبي هو توقيت المسابقة. توقيت المسابقة كمان على مستوى التحضيرات، لأن على مستوى التحضيرات كل مدير فني لكل منتخب كان بيسعى إنه يحضر منتخبه بشكل أفضل، بشكل عنده ساعة من الوقت إنه يقدر يعمل بعض المباريات الودية أو حتى يأهل فريقه بشكل كويس، لكن ده هيأثر على الأداء، هيأثر على مستوى المنتخبات، على مستوى البطولة بشكل عام. الفني بتكلم على الجزء الفني. الجزء الفني بعتقد بالعكس ممكن يضيف، لان اللعيبه اوريدي في الفورم جاهزه، جاهزه دخلت الموسم يا كابتن، مش داخله متاخره. لكن ممكن ياثر على اصابات مبكره، ممكن ياثر على انه المباريات اللي هتمتد للاوقات الاضافيه في الادوار المتتاليه هيبقى فيه اصابات كتير جدا، ممكن نلاقي بيطلع من القوائم الفريق لعيبه مهمه. صحيح. زي ما حصل قبل البطوله، وارد جدا ان نشوف ده داخل البطوله. صحيح. على مستوى طبعا المشاركه على مستوى المنتخبات العربيه، طبعا لنا حديث مع اسر على هذا، بنتكلم على 4 فرق عربيه او منتخبات عربيه: السعوديه، قطر، تونس، المغرب، على مستوى طبعا المشاركه في كاس العالم 2022. لكن معانا تقرير عن تاريخ طبعا المنتخبات العربيه في كاس العالم، نشوفه ونرجع مع حضرتك. أكيد تحديات قوية جدا للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022 يا آسر، من خلال التقرير واضح جدا الأمور مش سهلة للمنتخبات العربية، يمكن على مستوى المنتخب المغربي شوية ممكن تكون في يعني في تفاؤل شوية بصعود المنتخب المغربي للدور الثاني، شايف إزاي تمثيل المنتخبات العربية في كأس العالم القادم؟ قاطع يا كابتن، مهمة مش سهلة خالص، بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية. يمكن قطر نبدا بالمنظم، يعني سنه اولى مونديال، كان في اعداد كويس قوي، كان في تجميع للعيبه كويسه جدا. بنتمنى ان عامل الجمهور يا كابتن هاني يبقى عامل مساعد، مش عامل ضغط ابدا على منتخب القطري، انه وسط مجموعته القويه دي يبقى في استعجال على المكسب، في ضغط ان اللعيبه بتلعب قدام منتخب كبير ان يبقى في استعجال ان الجون يجي.
بتمنى ان شاء الله ان وجود الجماهير العربيه كلها يعني، وطبعا جماهير القطريه تساهم، منتخب القطري يعمل حاجه في مجموعته. لو رحنا منتخبات تانية كابتن، لا الثلاثه بقى اللي داخلين دول متمارسين جدا جدا كاس العالم، يمكن بيتساووا في عدد المشاركات 6 مرات، اعلى مشاركه، اعلى منتخبات عربيه وصلت لكاس العالم هي السعوديه، منتخب عربي السعودي، منتخب العربي المغربي، والمنتخب العربي التونسي. لكن السعوديه بتتميز يا كابتن باللي حصل في 94، وبعتقد انه هيخش النهارده هيخش البطوله دي هيرفي رينارد بالعقليه دي، انه استعاده امجاد 94، انا الفريق الوحيد العربي اللي وصلت لدور ال 16. مجموعه صعبه، لكن جراه هيرفي رينارد عودنا عليها، اللي انتزع في قارتنا بطوله بزامبيا بكاس الامم، وانتزع بطوله بكوتيفوار، واثبت انه في كل قاره بيقدر يحط بصمته. بعتقد ان شاء الله يبقى في فرصه للمنتخب السعودي. المنتخب المغربي برضو بنتمنى انه مع وليد الكراكي يبقى في دفعه شبابيه على راس القياده الفنيه. تونس مهمتها صعب جدا، لكن انا اقول لحضرتك سريعا كده يعني حاجه، انا سعيد جدا انه الطريقه اللي وصلت بيها تونس. يعني لو نفتكر مع حضرتك سريعا، في كاس الامم كان منذر الكبير هو المدرب، وبعدين حصل حاجه قدريه جدا، وهي انه قبل ماتش نيجيريا اتصاب بفيروس كورونا وحصل عزل، فجلال القدري هو اللي اخذ تولى المسؤوليه في المباراه دي وفاز على نيجيريا اللي كانت مرشحه للبطوله. صحيح. الجماهير الشارع التونسي ساعتها كابتن هاني كله كان بيطالب انه جلال القدري يبقى الرجل الاول، هو اصلا كان متعين في 2021 كمساعد ثاني. الماتش اللي بعده رجع منذر الكبير، طبعا مدرب لاحترامه يعني، ولكن خسرت تونس امام بوركينا فاسو 1-0. بعدها الاتحاد التونسي استمع لصوت الشارع التونسي وعين جلال القدري كمدير فني اللي على راس القياده الفنيه لتونس. في اقل من 7 شهور اثبت نفسه صراحه كابتن هاني، فوز على مالي رايح جاي وتاهل للمونديال، فبنتمنى انه يكمل مغامرته مع تونس ان شاء الله. ما فيش شك طبعا الامور صعبه بالنسبه للمنتخبات الاخرى. أكيد. يمكن زي ما انت بتقول المنتخب المغربي عنده فرصه شويه، منتخب تونس وخلي بالك ساعات بيبقى دوت بيلعبوا بدون ضغوط يعني. لما انت بتكون في مجموعه، وافتكر مجموعتنا مثلا في كاس العالم 90 كنت عامل زي كابتن ساعتها، شفت الدرو، كنا يعني شفت الدرو عملت كنا مرعوبين. لكن خلي بالك بتبقى في وقت من الاوقات بتلعب بدون ضغوط يعني، ممكن جدا يكون الامال لو انت في مجموعه شويه فيها تنافسيه تنافسيه بشكل قريب، ممكن جدا ده يسبب لك نوع من انواع الضغوط تيجي سلبيا على الاداء. مظبوط. ولكن لما بتكون في مجموعه زي مثلا في تونس اعتقد معاها الارجنتين ومعاها المكسيك، السعوديه معاها المكسيك والارجنتين وبولندا، تونس معاها بطل العالم وتونس معاها فرنسا، ممكن دي تكون دوافع تلعب براحتك. بالظبط، دوافع اخرى للعيبه بشكل كبير جدا جدا. بالزبط. طيب ده على المستوى العربي، شايف ايه على المستوى الافريقي؟ عندنا الكاميرون وعندنا السنغال وعندنا غانا. احنا هنا رغم التنافس الشديد مع الكاميرون بالذات، احنا هنفنط المجموعات بشكل كويس، لكن رؤيه عامه للمستويات الافريقيه يعني. تمام كابتن هاني، عندنا تنافس شديد مع الكاميرون دايما، بس على فكره الجمهور المصري بيحبهم، الجمهور المصري فعلا بيحب الكاميرون. ات واحد من يعني الاساطير بالنسبه لي، وانا راجل كنت بشجع انتر فهو اسطوره بالنسبه لي، لكن مع كل احترام تصريحاته ما اعتقدش ان كاميرون تقدر تروح بعيد على الاقل بالجيل ده كابتن هاني. الفرس الرهان بالنسبه لي لو ساديو ماني ان شاء الله رجع لفورمته او بقى جاهز طبيا، السنغال ممكن تروح بعيد جدا. ده المنتخب الافريقي الحقيقي اللي انا شايف انه يقدر يروح بعيد. من عارف حضرتك فيه يقول لك ايه، انا عندي لعيبه تقيله واسامي، وعندي في المراكز عندي وفره في المراكز النوعيه، عنده في كل مركز اكتر من حد، عنده حلول كتيره جدا اليو سي سي. بعتقد انه ممكن يروح بعيد جدا لو ماني رجع، وبيفكرنا كابتن جدا جدا بسيناريو محمد صلاح في 2018. أيوة. كان جاي مصاب ومجهد ومن ليفربول، ولحق المباراه الثانيه امام روسيا ولعب منتخبات قدام منتخب العربي السعودي، فبالتالي ماني لو حتى لحق اخر مباراه في دوري المجموعات اعتقد ممكن يبقى فيه امل. يعني هو كان، انا في وجهه نظر شخصيه، كان وجود ساديو ماني في اول البطوله في اول مباراه هيفرق جدا، لان على المستوى انت عارف طبعا كاس العالم دايما ضربه البدايه بتكون طبعا يا كابتن نتائج نتائج المباراه الاولى وخاصه المباراه الثانيه بتكون هي محور حد هتطلع ولا هتقعد، دي السبب. لكن زي ما انت بتقول المنتخب السنغالي كل السكواد كله محترفين وعلى مستوى عالي جدا جدا، بيلعبوا في دوريات اوروبيه بشكل كبير. طيب على مستوى غانا الحقيقه ده مش يعني دايما احنا نقول ايه، كانت تستحق الصعود اصلا يعني من خلال الرؤيه يعني. انا يعني لما بشوف منتخب غانا في البطوله الافريقيه لا بعيد تماما. ده سؤال ذكي جدا يا جابت، هو دي الفكره، احنا اتخضينا لان هي محطوط في كاس العالم. انت معانا في كاس العالم الحقيقه. يعني وصل بالصدفه، قدم كاس امم ضعيفه جدا. دايما احنا بنقول البلاك ستارز او النجوم السوداء، دايما غانا منتجه بوفره حضرتك طبعا يعني ادرى مني بده في جيل التسعينات وجيل حضرتك، لكن المره دي في ندره في ده.
المنتخب اللي كان النجوم اللي كانت موجوده خلاص سلمت العهده باستثناء وجود الاخوين ايو، ما اعتقدش في يعني في حاجه ملموسه لناس تعمل الفارق. هي غانا كان دايما عندها متوسط اعمار متوسط جدا، اللعيبه 25 26 سنه، منتخبات كلها على مستوى عالي جدا، في منحنى نازل لمنتخبات غانا على مستوى الناشئين الشباب على المنتخب الاول خلال السنين اللي فاتت. وكنا متعودين بالظبط يا كابتن، وكان في منحنى، وكنا كمان متعودين حاجه بتصب على حاجه، يعني مثلا كنا لما ياخدوا كاس الامم لكاس الامم الافريقيه في الشباب نعرف ان الجيل ده هيطلع منتخب غانا قدام في كاس العالم يعمل حاجه. دلوقتي يمكن ساهمت شويه، ودي يعني انا وحضرتك بعتقد ان احنا بنعتز بيها جدا كافارقه، عمليه اللعيبه اللي كانت مولوده بره او كده وبتحاول تغير ترجع لموطنها الام. طبعا إناكي ويليامز هو اشهرهم، وطارق لمتي طبعا لعيب انا بستمتع بيه جدا في الدوري الانجليزي، الاثنين دول هيضيفوا لمنتخب غانا شويه. منتخب غانا يعني المنتخب اللي كنا يعني اللي فعلا كل واحد فينا كافريقي اولا ثم مصري ثانيا كان خلاص حاسس ان احنا كقاره هناخد خطوه بعيده جدا يا كابتن 2010. صحيح. الكوره بتاعه جانا ساموا وضربه الجزاء واللي عمله سواريز، يعني انت عارف التعليق اللي كان بيتقال على روبرتو باجيو لما ضيع 94 كاس عالم اللي بعد اللي حضرتك لعبته، كان يقول لك مات واقفا. جانا ساموا اعتقد من ساعتها انه مات واقفا الحقيقه، لانه كان بنامل انه خلاص هيروح بقى خلاص المربع الذهبي، مربع ذهبي افريقيا يخش لها مقاعد اكتر، هنبقى قاره ليها وضعها، لكن شاء القدر. فبالتالي طبعا يخشوا في يعني باك اوف ذير هيد او في عقليتهم بذكريات 2010، وبتمنى طبعا انه يعكسوا التوقعات ويحاولوا يعملوا اي اداء في مجموعة. مفيش شك، والصوره طبعا الاعداد معانا على الخط على طول، صوره يعني بعد ضربه الجزاء وخلاص، يعني انت احرزت ضربه الجزاء دي حطيت نفسك في المربع الذهبي امام فريق اورجواي، ولكن طبعا يعني خساره بسبب كره الجمهور الافريقي لسواريز. صحيح. اللقطه دي علامه ترند دلوقتي، يعني بالزبط. كل ما بتتكلم على سموها ضيع اعتقد ده جابها في العرض، ها حطها عاليه طبعا بعنف رهيب، يعني الموضوع ما كانش مستاهل، يعني حط ده باور جامد قوي يا كابتن، فطبعا كان طلع من تركيزه. يعني طبعا كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه والافريقيه، لان زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا جدا ان حتى على مستوى المقاعد، خلاص على مستوى كاس العالم الجاي في 9.5 مقاعد للقاره الافريقيه، ولكن على مستوى لعيبه بتلعب في الدوريات الاوروبيه نجوم العالم موجودين، الافارقه بتكلم على الافارقه والعرب كمان، اعتقد ان احنا لازم نعمل بصمه في كاس العالم القادمه. هنروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم بقى نبدا من المجموعه الخامسه، عندنا 4 مجموعات في كاس العالم، يعني هنفنطهم كده فنيا مع نجمنا اسر حسين بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية اسر، يلا بينا نحلل او نتكلم بشكل تفصيلي عن المجموعه الخامسه اللي بتضم اسبانيا، مجموعه قويه برضه، اسبانيا المانيا اليابان وكوستاريكا. طبعا مجموعه قويه جدا كابتن زي ما حضرتك قلت، وكمان فيها بطل عالم سابق 2010 من نسختين، وفيها حامل لقب 4 مرات المانيا، طبعا محببه لقلب حضرتك يعني. طبعا. نبدا باسبانيا يا كابتن، يعني يمكن لويس انريكي نجح في انه يبني فريق شاب، الشغل بتاعه بدا، كانت الناس في انتقادات شويه في شارع اسباني، امتى الفرقه هيبان لها شكل، احنا ابطال عالم عايزين نستغل استكمال السيطره الاسبانيه على الكره الاوروبيه و الصحوه بتاعت برشلونه اللي هي كانت من 2005 لحد 2015 تقريبا، انه يكمل ده بانه نحقق حاجه ثانيه زي ما حققنا كاس عالم ويورو، نكمل استحقاق ثاني. الرد الفعل بتاعه او الرد بتاعه كان حقيقي في الملعب، وكان نتاج لشغله كابتن في دوري الامم الاوروبيه 2021 ووصوله للفاينل امام فرنسا وخسارته، انا بعتقد انه كان الافضل في المباراه. تمام. انا يعني هو كان الاقدر انه بالحصول على البطوله. لو تفتكر حضرتك اللي حسم الموضوع بس فرق الكواليتي، يعني امبابي وبنزيما طبعا لما يكونوا في الملعب القصه بتختلف. فالحقيقه هو قام بده. في بقى جدل كبير جدا هنا شويه، الدم بيحن او الانحياز او الالوان بتحن شويه على كل الصحافه الاسبانيه، ماركا واس كله بيتكلم على اختيارات الاخيره، يمكن ما فيش اختلاف على معظم السكواد يا كابتن، لكن كانت المفاجاه هي ان راموس يطلع بره القايمه. وان يدخل مكانه اريك جارسيا، لحد دلوقتي ما شفنا ان اتصاب السنتر باكات بتوع برشلونه، يمكن في ماتش انتر كريستنسن قبليه كان بيكي تقريبا مصاب، يعني عارف زي ما بيقولوا، وده مركز حضرتك ادرى بيه جدا، ما سدش قوي، فده يخش على حساب سيرجيو راموس، كان فيها علامات استفهام. سيرجيو بصراحه بعد عودتهم الاصابه عامل مستوى اكتر من رائع بالظبط، يعني قوه وعنده خبره، يعني الراجل كان
هو كمان من خلال تصريحاته فيه حزن، لانه كان متوقع 1000000% انه هيكون موجود في القائمه النهائيه. يعني بالظبط، يعني انا بعتقد انه اتصدم، ما كانش حتى متوقع ان انريكي ممكن يستبعده. الحاجه الثانيه طبعا المفاجاه بالنسبه لي كابتن ابرز غابات دخية. هو الراجل عايز يقتنع بيه، عايز يعتمد على يوناي سايمون، حارس بلباو، حارس كويس كل حاجه. دخية بالنسبه لك مفاجاه عدم وجوده في القائمه؟ لان كمان احنا فريق الاعداد محضر لنا كده، يعني كان في مفاجات في القائمه على مستوى المنتخبات كلها. من ضمن الصور اللي محطوطه دخية. دخية كمان في الفترات الاخيره مع المان يونايتد ماشي بشكل كويس. هل ايضا دخية اتظلم في القائمه النهائيه؟ بعتقد يا كابتن على معيار او يعني انعكاس لاخر ستاندنج فورم، اخر فوق اخر 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 تالق ليه او اخر فورمه ليه مع فريقه، لانه بادئ وحش جدا، كان ماتش برينفورد تسبب في هدفين وطلع بكل جراه على بعد المباراه في اللقاء الصحفي كابتن، قال انا اللي تسببت في الهزيمه. من بعدها بالذات في اليوروبا ليج اخر ثلاث ماتشات يا كابتن، لولا وجود دخية يونايتد كان ممكن جدا يواجه يعني مشاكل في مجموعته في يوروبا ليج، دلوقتي تاهل طبعا. فبالتالي لا، لعب دور كبير جدا في يونايتد، بيشيل كتير جدا. التغيير بتاع انه تنهاج بيعمل منظومه دفاعيه جديده، هو كان بيتحمل اي تغيير. يعني لما خلاص ثبته فاران ولوتارو مارتينيز سوري وليساندرو مارتينيز وظبطت، لما اتصاب فاران بقى فيه خلل شويه، دخية كان بيقوم الحقيقه بدور البطل يعني وينقذ الفريق اكتر مره. فدول المفاجاتين الوحيدين. هو طبعا بيحب يلعب 4-3-3. المفاجاه الثانيه طبعا اللي برضه بقول فيها انحياز للالوان يعني الكتالونيه، هي انضمام بوسكيتس. يعني لو حضرتك تشوف في مجموعه برشلونه في دوري الابطال، دايما تقول الامتحان، او لما تلعب يقول لك طب انت هتقدر تران الميد فيلد النهارده ولا لا، هتقدر تقود وسط الملعب على فرق وسط الملعب هو اللي بالظبط. ماتشين انتر يا كابتن الحقيقه سيء جدا، تفوق واضح لخط وسط انتر اللي بامكانيات اقل، ماتشين بايرن طبعا اكتساح لخط وسط بايرن. فبالتالي وكان باين انه بيعاني يعني في سن 34 بيلهث دايما ورا الناس اللي جايه من وسط الملعب. فانضمامه حتى انا بالنسبه لي على المستوى الفني مش مشكله انك تضمه، بس هل انت يعني في عنده رفاهيه اسامي، عنده بيدري وجافي، هو الاثنين برشلونه ما حدش هيعترض، عنده كوكي، عنده لعيبه، عنده يعني مش رودري في سيتي. فبالتالي يعني وجوده انا مش عارف هل هيلعب. طيب يعني لا، ما هو هيلعب ولا مش هيلعب، ممكن يكون هو في وقت من الاوقات بيحتاجه. تصريحه كابتن يقول انا هرجعه من تاني اهم لعيب وسط اللي هو الهولدنج ميد فيلدر تاني. طب ده على حساب في بطوله كاس عالم، فهي شويه غريبه. يعني انت بتتكلم على عنصر القوه، عنصر السرعه، عنصر الاداء في الاسابيع الاخيره مع برشلونه، زي بيكيه. يعني بيكيه برضو في الاسابيع الاخيره قال لك الراجل على المستوى المباريات الكبيره خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى. فدي علامه استفهام. راموس مش موجود رغم تالقه، وبتتكلم على بوسكيتس موجود رغم عدم يعني اسوا مستوى ليه، وبيضم لقائمه المنتخب على مستوى المانيا. خلينا نتكلم على مستوى المانيا ورايك ايه. طيب معانا الصوره، في طبعا نجوم كبار جدا على مستوى منتخبات كبيره تم استبعادهم من القائمه على مستوى المانيا اللي هنتكلم عليه. طبعا هوملز نجم دورتموند، بنتكلم على مستوى انجلترا سانشو، بنتكلم على توموري على منتخب انجلترا ايضا، راموس اتكلمنا عليه وسبب استبعاده كان مفاجاه كبيره جدا جدا، ابراهيم طبعا ابراهام نجم روما من المنتخب الايطالي، دخية وبرضه اتكلمنا على دخية، الكانتارا كمان على مستوى الكانتارا يعني برضه على مستوى منتخب اسبانيا الكانتارا، بعض الناس بتقول ان هو كان لازم يكون موجود. وكمان مفاجاه فيرمينيو بعيد عن القائمه النهائيه ومش موجود مع المنتخب البرازيلي. انت شايف القائمه اللي قدامك دي كان يستحق وجودهم في القائمه النهائيه؟ في اسامي اسامي لا، يعني زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن، في منتخب اسبانيا يمكن راموس ودخية بعتقد كان الاثنين لازم يكونوا موجودين. دخية حتى لو مش هتلعبه اساسي او عندك قناعه بسايمون يوناي سايمون مفيش مشكله يكون حارس مهم. طيب راموس نفس الكلام. تامي ابراهام بعتقد كل اللي اتاخده في مركز راس الحربه في انجلترا حاليا افضل منه. كمان هو السنه دي اخر كام ماتش مش قادر يسجل، في عنده يعني ندره في التهديف، ويعني في مشكله في عقم تهديفي، فمش مش مش عامل الفورمه اللي تخليه يتاخد. يعني انا اقول لك مثلا ايفن توني استبعد، انا كان رايي ده يعني لو هتاخد بين ابراهام ايفن توني كان هو اللي يروح، مش ابراهام يعني. أوكي. مش ده الاسم التاخد. اوكي فيرمينيو يعني كنت هقوله لما نيجي البرازيل، بس نقولها مع حضرتك سريعا. فيرمينيو الحقيقه الموضوع شويه جدل يا كابتن، وحضرتك هتفهمني جدا في الحته دي كونك عشت الاجواء دي كلاعب، وكمان عشت انه هتخش قائمه كاس عالم ولا لا. ارقامه السنه دي من افضل الارقام اللي عملها فيرمينيو
من سنين من ساعه انضمامه لليفربول. هتقارنه طيب باللعيبه البرازيليين اللي معاه في البريمير ليج، هتلاقي انه جايب لاعب حوالي 12 13 ماتش جايب 7 اهداف. طيب مش هقارنه بالباقيين اللي بيلعبوا معاه، لا انتوني ولا الناس دي. هنجيب ريتشاردسون، اوكي هنجيب ريتشاردسون. ريتشاردسون لاعب 10 ماتشات يا كابتن، ما سجلش ولا هدف وعامل اسيستين وبيتاخد. فبالتالي السؤال في البرازيل طبعا تيتي الكل فهمنا انه ليه ما خدش فابينيو، قصدي انا اقول لك ايه، الارقام تنصف فيرمينيو، لكن طبيعي جدا مدير الفني عنده تكتيك معين، عادي انه مش دايما الارقام هي الحاسمه. لكن لما خد ريتشاردسون انا الصراحه ما فهمتش، لانه الباقيين كله هو عايز يقوي جدا الاجنحه، فواخد 3 وينجرز يمين 3 وينجرز شمال. اللي بتكلم عليه هو واخد 3 يمين و3 شمال ومفيش تارجت سترايكر تقدر يبقى السؤال عليه راس حربه 9 بالظبط. حضرتك جبت يا كابتن اهم مربط الفرس، تفتكر يا كابتن بقى يعني حضرتك انا وانت يعني نفكر في ده، مين هيلعب سترايكر صريح، ريتشاردسون ولا نيمار؟ لانه انت ناحيه اليمين مليانه، مستحيل. ما هو ده هو وصلنا لكده، يعني الناس اللي انت واخده من ناحيه اليمين في 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 رفاهيه وفي ارقام كبيره جدا، ناحيه الشمال عندك كتير، عندك رافينيا وعندك طب انت خلاص خليت مركز اللي هو التسعه ده يا ريتشاردسون يا نيمار، ما هو حد من الاثنين يعني، فهتبقى غريبه شويه لو نيمار ولا اكيد أبدأ. اكيد غريبه كمان على زي ما بنتكلم كان في بعض المفاجات زي ما ياسر قال على مستوى الاختيارات، لكن كمان كان في نجوم كبار مش هيشاركوا في المونديال، كنا نتمنى العالم كله كان يتمنى يشوفهم في المونديال القادم. يعني اتكلمنا على ديخية ده مستبعد من القايمة، هاملز مستبعد من القايمة، توموري مستبعد من القايمة، وهاملز وراموس ده اوكي. لكن على مستوى الإصابة جه كانتي طبعا نجم المنتخب الفرنسي، الكانتارا مستبعد في المنتخب الأسباني، محمد صلاح كلنا كنا نتمنى واعتقد محمد صلاح كان هيأدي بطولة عالمية لو تواجد مع منتخب مصر، مش متواجد لعدم التأهل. فيرمينيو وعلامة استفهام كبيرة. كمان الناس كانت نفسها تشوف هالاند، هالاند طبعا نجم المان سيتي اللي مكسر الدنيا على مستوى البريمير ليج، كان كمان كان هيبقى الناس كلها منتظراه، ولكن طبعا فرقته الدنمارك لم تتأهل. جوتا كمان على مستوى الإصابة مع منتخب البرتغالي. فكنت تتمنى مين يعني تشوفه في مونديال كاس العالم من ال11 الموجودين دول يا ياسر؟ صلاح وهالاند طبعا، صلاح وهالاند وبوجبا ممكن او كانت يعني، لكن صلاح وهالاند وبوجبا طبعا في حته الاصابه بالظبط يا كابتن، حته المتعه والتهديف الناس كلها كانت نفسها تشوف صلاح وهالاند طبعا. طيب هتكلم معاك، لسه ما كملناش حديثنا عن المانيا، لان عايز اتكلم معاك بالتفصيل على المانيا، لكن نطلع لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع حضرتك. اهلا بحضراتكم، مستمرين في تغطيه كاس العالم مع نجمنا النهارده اسر حسين. اسر كنا بنتكلم على المانيا ولازم نتكلم على هانز فليك المدير الفني للمنتخب الالماني والقائمه النهائيه لمنتخب المانيا المشارك في كاس العالم في وجود جوتسا بعد غياب من 2018، عوده بعد 5 سنين او 4 سنين عن المنتخب، بيعود جوتسا مره ثانيه للمنتخب الالماني. مظبوط يا كابتن، طبعا بنتكلم على بلد واجواء حضرتك مش غريب عنها ابدا، عشت فيها سنين واحترفت فيها ورفعت اسم البلد يعني. فحضرتك عارف دايما ان الاتحاد الالماني بيفكر او طريقه تفكير اتحاد الكره هناك انه دايما يبان الفريق سوليد او يبان انه داخل يحترم المنافس، بس المانيا دايما بيقول لك حاجزه مكانها في السيمي فاينال، يمكن انا بكلم حضرتك قبل الهوا قلت لي كده، دايما حاجزه مكانها في المربع الذهبي، لانه باحترامه للمنافس بس بيخش ما بيشوفش المنافس، بيبقى داخل بقوه انه انا الطرف الوحيد في المباراه وهكتسح اي فريق قدامي. سقطت 2018 عادت طبعا الخروج المبكر، فكان انتداب حد زي هانز فليك وانتهاء بقى خلاص يعني العصر او الحقبه بتاعت لوف يوكيم لوف بالظبط. جابوا واحد كابتن من الخلفيه دي اللي حضرتك عارفها كويس، اللي هي واحد كاسب كل حاجه مع بايرن، واخد تشامبيونز ليج بتاع فتره كورونا اللي هو 2020، واخد الدوري، اخد الكاس، اخد كل حاجه، بحيث انه يبني فريق على الاساس ده ويحاول بالعناصر اللي فاضله من الجيل ده. طبعا وسط الملعب النهارده مفيش، ما تحسناش انه في خلل او تخلخل يعني الاسامي في وسط الملعب لما قرر رويس سوري قرر لاعب ريال مدريد كروس، انا اسف كروس قرر انه يعتزل في 2020 بعد اليورو، فتمام. وسط ملعب لازال قوي جدا، بعتقد انه ابرز غياب اكتر لاعب سيء الحظ في تاريخ الكره هو ماركو رويس يا كابتن. ماركو رويس 2014 غاب عن كاس العالم، ميجر تورنمنت وبطوله كبيره، محفل كبير، 2016 اليورو، 2020 اليورو، حتى لما رجع في 2018 ما كانش المانيا في افضل حال يعني، صحيح. بيغيب قبل ايام طبعا المره دي برضو. فمارك رويس جوتسا حضرتك اثرت حاجه مهمه، وهي انه هانز فليك قرر يجيب اللاعب صاحب الهدف الاغلى اللي 2014 اللي جاب كاس العالم على حساب الارجنتين.
بعتقد انه فرصه مهمه جدا السنه دي يا كابتن هاني انه يثبت هانس فليك انه المانيا بيعد فريق بالعناصر يعني وسط الملعب دلوقتي شايفين كيميتش شايفين جورسكا خلاص ما بقاش مش مهم الحرس القديم لما يضم لعيب زي بتاع بروسيا اللي عنده 17 سنه مكوكو النهارده انا يوسف مكوكو طبعا يعني يوسف ما لعبش اي ايه رايك فيها يا كابتن صحيح يعني هو طبعا لعيب مميز جدا يعني قريب جدا من المرمى وشكله راجل بياخد الكره عارف اقصر طريق للمرمى عنده سرعات عنده مجهود لكن كمان ويمكن انا اتكلمت في النقطه دي يمكن الحلقه اللي فاتت المحترف عمليه الاختيار وعمليه يعني المدير الفني عايز ايه او شايف ايه لعيب ما لعبش ولا مباراه دوليه مع المنتخب الاول ويروح نهائي كاس العالم في سن عنده 17 سنه ده بيدي انطباع على ان المدير الفني يعني عنده رؤيه و ما مش جاري ورا السوشيال ميديا بيعد حاجه لقدام يعني بيعد حاجه لقدام وما ملوش دعوه بالانتقادات هو ماشي في سكه هو شايفها صح يعني تحيه جدا يا كابتن وتاكيد على كلام حضرتك انه هانز فليك في دماغه هو بيفكر في كاس العالم ده اللي هنلعبه 22 انه انا خلال سنتين هتكون اليورو عندي في المانيا انا البلد المضيف فبالتالي انا عايز فريق لما تتلعب البطوله في المانيا بطبيعه الحال فريق بقوه عظمى زي المانيا ان المانيا تكون الفيفوريت او اكتر فريق مرشح ل الفوز بكاس العالم فبالتالي هانز فليك انا بعتقد ان المانيا معاه هيبقى ليها شكل مختلف جايز النتائج الاخيره ما كانتش انعكاس لده قوي لكن وجود التوليفه دي اللي هي فيها لعيبه جايه من اللعب والنسخ اللي فاتت زي مولر وزي مع اللعيبه الموجوده هافرتز مع لعيبه امكوكو واللعيبه الصغيره بعتقد انه على مستوى ياسر على مستوى التهديف على مستوى الهدافين يعني احنا عارفين المانيا دايما بتقدم هدافين على مستوى تاريخ كاس العالم كلوزا ما زال الهداف التاريخي لكاس العالم هو قائمة. الماني شايف من الجيل اللي ده ممكن مين يكون هداف المنتخب الالماني في النسخه الحاليه لكاس العالم طبعا وجود جوتسا مهم يعني هنشوف هيعلى مع الماتشات ولا لا هافرتز بيسجل في تشيلسي رغم انه مش راس حربه صريح لكن في لعيب كابتن لو قلنا مثلا ايه نخلي عيننا على مين او نقول للمشاهدين من خلال حضرتك يخلي عيننا على مين جونس هوفمان بتاع بروسيا مونشن جلادباخ ده لعيب وسط ملعب اصلا بس حسينا يا كابتن في اخر مباراه لهانز فليك مع منتخب المانيا انه اعتماد الكلي على نقل الملعب للثلث الاخير في الطرف اليمين او الجناح الايمن من خلال اللاعب ده فجونس هوفمان لاعب بروسيا مونشن جلادباخ لاعب هداف بعتقد انه ممكن يبقى ليه دور في العمليات الهدفيه حتى لو ما كانش راس حربه صريح في المونديال يا كابتن طيب خلينا يعني عندنا فيديو جراف عن تاريخ او افضل الهدافين في تاريخ كاس العالم ويمكن زي ما بقول لحضراتكم المانيا كان ليها باع كبير جدا في عمليه تهديفيه بتاريخ كاس العالم ما زال طبعا ميرسلاف كلوز الهداف التاريخي لكاس العالم نشوف في الفيديو جراف ده ونرجع مع حضراتكم سريعا طبعا مع الفوارق في عدد المباريات لان برضو زمان كان عدد مباريات كاس العالم كان اقل من شويه يعني شفنا بيلي على سبيل المثال ولكن دايما المانيا عندها الهداف وهداف تاريخي لكاس العالم على مر التاريخ طيب على مستوى المجموعه ديت اتكلمنا على اسبانيا المانيا في اليابان وكوستاريكا طبعا سريعا على اليابان وكوستاريكا فرصهم هل فرصهم للمركز الثاني اليابان بتلعب على البطاقه الثالثه اللي هي اصلا المفروض مش موجوده انه بيطلع فريقين فبعتقد هي هتحاول يعني تاخد المركز من اثنين اولين كوستاريكا سريعا يا كابتن للاسف بعتقد انه ما عندهاش اي امل لانه حتى لاعب النجم اللي هو كيلور نافاس الاشهر هو الرجل الثاني دلوقتي في باريس سان جيرمان دوناروما هو اللي بيلعب عليه وبالتالي يعني طموحات اللي حصلت في 2014 الحاله الملحمه العظيمه اللي كلنا بقينا نشجع كوستاريكا فريق البلد الصغير الكاريبي اللي بيلعب في مجموعه الموت يا كابتن مع انجلترا وايطاليا واوروجواي وبتصدر مجموعته بيوصل لربع النهائي اعتقد انه الجيل ده مش هيقدر يحقق الارقام دي لكن يكفي ان هم يعيشوا على الاستحقاق الكبير اللي عملوه في 2014 تصدروا المجموعه لمين؟ اسبانيا ولا المانيا؟ اوعى تغلط المانيا عشان كمان مع كابتن هاني طبعا المانيا واسبانيا المانيا واسبانيا المرشحين عن المجموعه الخامسه نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم يعني احصائيات وفنيات مجموعات كاس العالم القادمه قطر 2022 اهلا بحضراتكم مره ثانيه خلينا قبل ما اخش مع ياسر ونشوف المجموعات باقي المجموعات السادسه والسابعه والثامنه كمان قبل الفاصل كنا بنتكلم على المانيا تاريخ كبير جدا على مستوى التهديف او الهدافين
التاريخيين لكأس العالم، لكن كمان على مستوى تمثيل أو الأندية في العالم اللي بتملك لاعبين، أكثر الأندية امتلاكا للاعبين هيلعبوا في كأس العالم. عندنا استاتيك كده، عندنا إحصائية يعني فريق الإعداد محضر لنا، أكثر الأندية امتلاكا للاعبين اللي هيلعبوا كأس العالم 2022، وكمان أكثر الدوريات امتلاكا لهؤلاء اللاعبين اللي هيمثلوا طبعا هذه الدوريات في كأس العالم 2022. نشوفه مع حضراتكم. ده أكثر الدوريات امتلاكا للاعبين بكأس العالم. الدوري الإنجليزي فيه طبعا الصدارة ب 121 لاعب، الدوري الإسباني ب 80 لاعب، الدوري الإيطالي 66 لاعب، الدوري الفرنسي ب 53 لاعب، الدوري الأمريكي ب 35 لاعب، والمفاجأة إن دوري الشامبيون شيب، دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بيمتلك 33 لاعب هيلعبوا في كأس العالم، الدوري السعودي 33 لاعب، والدوري القطري 33 لاعب. أكثر الأندية امتلاكا للاعبين المشاركين في كأس العالم هو نادي بايرن ميونخ بعدد 17 لعيب، المان سيتي 16 لعيب، برشلونة 16 لعيب، نادي السد القطري 15 لعيب، ريال مدريد 14 لاعب، تشيلسي الإنجليزي 13، والهلال السعودي 12 لاعب. هاخد من دي الشامبيونشيب، يعني يعتبر الناس بما معناه يعني دوري في الدرجة الثانية في نادي بيلعب فيه عدد كبير جدا من أكتر اللعيبة المشاركة في كأس العالم 2022. ده بيديك انطباع قد ايه قوة البريمير ليج والشامبيونشيب وحتى الدوري الأدنى في منظومة كرة القدم الإنجليزية. الدوري الأقوى بلا شك، الدوري اللي فيه تنظيميا هو الأفضل، تسويقيا هو الأفضل، حتى وان كنت يعني انا واحد من محبي الدوري الايطالي بشوف في عدم عداله شويه في الميزانيات الامان، لكن في الحقيقه كابتن هم يستحقوا ده مع الفارق في اللي هقوله. يمكن بتشوف في الدوري الممتاز المصري اداء معين لانديه كبيره، لكن المتعه الحقيقيه او اللعيبه بتلعب براحتها وبنشوف اجوان باكوردز واجوان على الطاير بيبقى في ممتاز به مع الفارق. الشامبيون شيب مطلعه لعيبه قويه جدا جدا، لما طلعوا للبريمير ليج اثبتوا ان هم بريمير ليج ماتيريال، ان هم يقدروا يلعبوا. متروفيتش اكبر مثال، ناس قالت هو جايب 32 هدف او 33 هدف السنه اللي فاتت عشان بيلعب في الشامبيون شيب، السنه دي هو ثالث او رابع الهدافين بتسع اهداف، فبالتالي هو سوق كويس بينتج لعيبه كويسه جدا، وفعلا هو يستحق انه يكون في الدرجه اللي بعد بريمير ليج على طول لانه قريب جدا منه على مستوى مقارنه الكرة. دايما بقول المقارنه ما بين وما بين بره المقارنه ظالمه جدا جدا، واحنا من هنا في المحترف بنحاول نوضح الصوره الناس دي بتشتغل ازاي واحنا واقفين فين. لكن مقارنه يعني لسه ايهاب جنيدي بيقول لي احنا في الدوري المصري عندنا اثنين لعيبه، علي معلول والجزيري مع المنتخبات الاول اللعيبه اللي هتلعب في كاس العالم، فعايزين لسه شغل كتير قوي طبعا، وعايزين تنظيم. مش بقول لك على مستوى الدوري الممتاز، لا، انت لازم تنظم المسابقات اللي تحت الدوري الممتاز عشان يبقى عندك كمان تنتج. دوري تنتج. دوري كوم. مظبوط. طيب نخش نكمل المجموعه السادسه، عندنا مجموعه بلجيكا، كندا، والمنتخب المغربي، وكرواتيا. كرواتيا طبعا الكابتن زلاتكو داليتش هو نفس المدير الفني اللي حقق الانجاز بالاكبر يعني للمنتخب الكرواتي بالوصول لنهائي كاس العالم النسخه الماضيه والخساره امام فرنسا 4-2. رغم ده يعني انعكاس للحجم الانجاز بالنسبه للجمهور الكرواتي يا كابتن انه استقبل استقبال الاطفال الابطال في زغرب. صحيح. فبالتالي ما وقفش عند ده، النهارده بنشوف في التصفيات لدوري الامم الاوروبيه صعد للتصفيات النهائيه كسبان في مجموعته فرنسا والدنمارك، فبالتالي ده ستيتمنت وتصريح قوي جدا انه داليتش لازال بياخد المنتخب الكرواتي لمنطقه ثانيه ولليفل ثاني في تصنيف اكبر الفرق الاوروبيه او اقوى الفرق الاوروبيه، رغم انه المعدل السني او معدل الاعمار يا كابتن بيكبر معاه، لكن الحقيقه مش شايفين ده خالص على كمردود في الملعب. فكرواتيا طيب خلينا عايز اسرع معاك الريتم شويه لان احنا يعني في نهايه حلقتنا، وعايز اخد رايك في المجموعه ديت، بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا، اللي هيتاهل منهم بلجيكا في الاساس بالنسبه لي كرواتيا قبل بلجيكا. قبل بلجيكا، قبل بلجيكا. كرواتيا شايف عندها ثبات اكتر، بلجيكا متذبذبه جدا، روبرتو مارتينيز بيعتمد على دفاع كابتن جدا، هو نفس الراجل اللي قال قبل كده صرح لما مسك بعد اليورو 2016 الجيل ده يقدر ياخد كاس عالم، هو وصل لاقصى حاجه في 2018. حتى احنا في الفاصل بتقول لي فرصه بلجيكا كانت في 2018، خلاص اقصى حاجه وصلت بالجيل ده
حتى تجديد الدماء على استحياء قوي كتلاعب بس لاعب الميلان، غير كده كلها اسامي كبيره. نتمنى طبعا توفيق لمنتخب المغرب، المنتخب المغربي يقدر ينافس على البطاقه الثانيه. يعني احنا هنقول في التمني وتوقع شعرايه بينه يا كابتن، التوقع انه كرواتيا تحسمها هي وبلجيكا، التمني وقريب من التوقع ان تاخد المغرب البطاقه الثانيه ان شاء الله. طيب المجموعه السابعه البرازيل صربيا سويسرا والمنتخب الافريقي الكاميرون. هقول لحضرتك على حاجه توقع يعني. ايوه البرازيل صعبه، الثلاثه يتساوي فرص الصعود على مستوى صربيا سويسرا الكاميرون. وان كان صربيا بالنسبه لي الاقرب، صربيا عندها قدمت تصفيات كويسه، عندها قوة هجومية لما انا العب متروفيتش اللي خلاص واخد ثقة بريمير ليج وجايب 9 تجوان، وعندي فلافيتش هداف اليوفي، فبالتالي عندهم ثقة، وفي لعيبة طبعا متمرسة طبعاً. فبالتالي صربيا ممكن تعمل حاجة. الكاميرون انا مش متوقع انها تروح بعيد ابدا، لكن اللي بيتساوي في الفرص بعتقد بنسبة واحدة كابتن الثلاث فرق. طيب. برازيل هي اللي صاعدة، برازيل بس يبقى اللغز في الاسامي زي ما كنا بنتكلم انا حضرتك في اللي هياخدها. كمان عندي حتة وسط الملعب، مين يلعب كازيميرو، برونو جيمريش ولا مين، هنشوف يعني. طيب على مستوى انا في رايي كمان المنتخب السويسري منتخب قوي جدا، عامل تصفيات رائعه تحت طبعا قياده مراد ياكين. طيب المجموعه الثامنه البرتغال، بنتكلم على غانا اورجواي وكوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه يعني يمكن بنتو المدرب البرتغالي اللي جابوه برتغالي، هو كان وصل سيمي فاينل قبل كده لليورو، متمرس يعني عشان ينقل كوريا في منطقه ثانيه. ما تحسش ابدا ان المنتخب كان عنده امل في اي شيء او اي تصريحات او اي شيء، وكان في لما كان في شك في سون هينضم ولا لا. اول ما سون انضم بدات التصريحات خلاص بقى احنا كده ممكن نعمل حاجه، فبدات التصريحات من باولو بنتو نفسه انه سون هو الركيزه الاساسيه. طبعا وجود سون مهم جدا، مشاركات كوريا كلها كانت كتيره 10 مرات لكن ما فيهاش حاجه ملفتة باستثناء 2002 لما كانت على ارضها اول وصول لرابع عالم، وهي اقصى حاجه وصلت لكوريا. مجموعة معقدة جدا لانه انا برشح منها طبعا البرتغال واوروجواي. اوروجواي غير انه عندها المعادلة اللي بنتمناها في اي فريق يا كابتن، الخبرة والثقة بتاع التهديف، وسواريز يظل في سنه ده هو هداف الفريق في التصفيات، ومعاه كافاني فالفيردي دم جديد، يمكن اروخو بس هو كان كنا بنمني نفس انه لعيب مهم جدا وصغير انه يلعب لكن هو اتصاب. فبالتالي اوروجواي اعتقد انها ممكن تروح لبعيد، عندهم برضو في العقلية الجمعية بتاعت الفريق احنا بطل عالم سنة 30 و50 اجدادنا، لكن احنا بطل عالم، احنا بطل سابق للبطولة. صحيح. اخر قبل ما ننهي حلقتنا، مين بطل العالم 2022؟ تمني ولا توقع؟ دي ودي. طيب انا الارجنتين بشوفها مرشح مهم، لكن وكنت اتمنى ان هيبقى برازيل ارجنتين، بس اعتقد يا كابتن بالطريق الفيكشرز المعمول هيلعبوا سيمي فاينل، فهي يعني ما اعتقدش هتطلع بره الارجنتين، وممكن مش عارف نقول ارجنتين مرشح رئيسي. ارجنتين مرشح رئيسي، وانا بضم يمكن اتكلم على اربعه في المانيا البرازيل الارجنتين فرنسا، يمكن دول اقوى يعني المنتخبات المتواجده. محمد منصف بيقول لي انجلترا، اعتقد انجلترا مش هتروح بعيده منصف. طالما ساوث جيت ماسك يا كابتن اضمن لك انها مش رايح اضمن لك. اسر بنشكرك شكرا جزيلا، شرفت بحضرتك ومبسوط مع بيك يعني مع حضرتك اسطوره لينا اتفرجنا عليه واحنا صغيرين. ربنا يخليك. شكرا جزيلا، الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا من المحترف، ان شاء الله لقائنا الاسبوع القادم ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.